في الوقت طبعا الحالي بيتم العمل على بدء إجراءات زراعة 2000 فدان غابات شجرية بمياه الصرف الصحي المعالج في محافظة أسوان، وده بيعتبر ضمن خطة تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة والحفاظ على البيئة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من المهندس عبد الصبور الراوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان واللي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الفل يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. يعني فكره الحقيقه هايله، بس حابين نعرف من حضرتك في البدايه السبب في اللجوء لحل اقامه غابات شجريه بالمحافظه باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجه يا فندم. فندم احنا لما نيجي ننشا محطه معالجه فعندنا 2 كونسبت بنشتغل عليهم، لو في مصارف زراعيه او مصارف ميه بنصرف الميه عليها بمعالجه ثلاثيه حاليا، لان ما اقدرش ارمي الميه في المصرف الا بمعالج ثلاثي. الحل الثاني لما انا اكون في منطقه جبليه ما فيش مصارف عندي، فانا بلجا لازم اعمل غابات شجريه. فالحل اللي كان عندنا دلوقتي هو الحل ان عندي انا معالجه ثنائيه، فعندي غابه شجريه شغال بزرع حاجات غير مثمره، اشجار غير مثمره او اشجار زيتيه. احنا في المرحله القادمه كده، واحنا ان شاء الله بنعمل كده، استصلحنا 2000 فدان اللي حضرتك قلت عليهم، وعندينا مستثمر خد 5000 فدان، هنعمل موديفيكيشن للمحطه عندنا، هنطور المحطه ونعملها ثلاثي عشان نقدر نزرع حاجات مثمره. فدي الفكره دي عشان برضه اتخلص من ميه الصرف. يعني مبدئيا هي اشجار غير مثمره حاليا، اشجار غير مثمره او ثمار جافه، حاجات جافه يعني، ممكن الحاجات زي الشعير، الحاجات الاعلاف للمواشي. لكن مع اضافه بعض التعديلات في معالجه المياه مياه الصرف الصحي، من الممكن نعملها اشجار مثمره. دي المرحله القادمه، احنا دلوقتي طرحين عمليه ان اعمل توسعات للمحطه، لان انا عندي فلوس زياده. فانا هعمل توسعات وهعمل معالجه ثلاثيه، معالجه ثلاثيه عندي مستثمر واخد 5000 فدان، وانا عندي 2000 فدان هيستثمر فيهم، هنعملهم اشجار مثمره ان شاء الله. طيب. بس المرحله القادمه ان شاء الله. طيب ممكن حد يسال يا فندم دلوقتي ايه اللي هنستفيده من وجود غابات شجريه؟ ما احنا دلوقتي في عندك نوعين من الاشجار، يا اما اشجار خشبيه دي بنعمل منها الاساس، وبنعمل منها يعني بنستفيد منها، بنعمل منها اساس والاشجار. وفي اشجار زيتيه داخله جديده زي الكافور والحاجات، بنطلع منها زيوت اللي بتستخدم في الوقود والحاجات الثانيه يعني. لكن انا ما بستخدمهاش حاجات في الاكل يعني بس. طب يا فندم برضو ممكن سؤال يعني يجي في ذهن اي حد هو بيسمع يمكن نقطه زي دي، انه اكيد هيبقى في اضرار او مخاطر من وجود غابات شجريه يعني تم رأيها عن طريق مياه الصرف الصحي المعالجه، هل بالفعل في اي مخاطر؟ لا يا فندم، احنا دلوقتي احنا عندنا الكود المصري، احنا ما بنشتغلش بره الكود. الكود المصري بيقول انك لما تعالج ثنائي بتشتغل في اشجار غير مثمره، لو عالج ثلاثي تخش في اشجار مثمره. احنا بنشتغل ضمن الكود، والكود ده عاملاه خبره، الخبره دي بتدرس الفاسيلتيز بتاعت كل حاجه والخواص بتاعت كل المواد، وهو اللي بيحدد لي نوع الزراعه اللي بزرعها، ما اقدرش ازرع حاجه من عندي. يعني الزراعه بيتم تحديدها على طبق المواصفات وطبقا للخبراء. بالظبط يا فندم. طيب اختيار المنطقه كمان ليه تم اختيار منطقه العلاقي مثلا لمثل هذه الغابات؟ المنطقه العلاقي لانها احنا دايما المنطقه اللي فيها غابات شجريه او محطه معالجه تبعد عن المدينه على الاقل 10 كيلو عشان منطقه التلوث، عشان ما يبقاش في يعني دايما احنا في المناطق الجبليه دي بناخد المعالجه، يعني ما اقدرش اعمل معالجه جوه البلد او جوه المدينه. تمام. لكن احنا عشان اعالج واعالج كويس واطلع واعمل غابات على بعد 10 كيلو على الاقل من المدينه يعني. في المناطق الجبليه. طيب يا فندم، هي دي اول مره يعني بنقوم بيها بالتجربه دي باقامه تدشين غابات شجريه؟ لا يا فندم، احنا شغالين وعندنا في محطه في بلانه وفيها غابه شجريه وفيها اشجار كتيره، ويمكن عملنا كذا مزاد وبعنا منها اشجار تشتغل في الحاجات الخشبيه. في كل يعني مش عند انا بس يعني، ما هتلاقي في محافظات كتيره فيها يعني الغابه الشجريه. كل الشكر لحضرتك المهندس عبد الصبور الراوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.